معضلة البحر الأحمر لا حلول بيد واشنطن ولا قدرة على إيقاف العمليات اليمنية، بل تبدو المواجهة أكثر تعقيدا والتوصيفات الأمريكية تعكس واقعا خارج كل الحسابات، ولا أوضح من القول إنها المواجهة الأخطر في التاريخ الحديث. تزايدت التصريحات الأمريكية مؤخرا، يعكس ذلك الأهمية التي تفرضها عمليات اليمن البحرية مرتبطة بالإخفاق في منعها أو الحد منها، وقد توالت الاعترافات بالفشل. هذه المرة القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية جوزيف بوتيل من على قناة سعودية: هذه الهجمات تلقى شعبية كبيرة بين السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى كميات الموارد الكثيرة التي يمتلكونها والتي قاموا بتخزينها منذ فترة طويلة، وبإمكانهم الاستمرار في تحمل الخسائر جراء الهجمات التي نقوم بها على المناطق الساحلية ومناطق أخرى في اليمن، حيث لديهم الموارد الأخرى التي بوسعهم نقلها وإخفاؤها بسرعة. وهذا يعبر عن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وبريطانيا. الاعتراف الأمريكي بالفشل لم يعد مستغربا، وقد فرضت ذلك التعقيدات الكبرى في المواجهة البحرية، والمستغرب هو إصرار المسؤولين الأمريكيين على تقديم مقترحات تصعيدية بدلا عن الاعتبار من تجربة الأشهر الماضية. أعتقد أننا كان يجب أن نكون أكثر قوة منذ وقت مبكر في هذه الأحداث لكي نظهر لهم أن هذه السلوكيات غير مناسبة. الخيارات التصعيدية تدفع بما يماثلها يمنيا، وقد تجلى أن الإصرار على استخدام الخيار العسكري ضد اليمن لا يحد من العمليات البحرية، بل يوسعها في النوع والمدى، وقد كانت تقتصر على البحر الأحمر ثم اتسعت لتشمل خليج عدن والبحر العربي، لتصل اليوم إلى المحيط الهندي مع ترقب لمفاجآت مقبلة. أمام نجاح صنعاء وإخفاق واشنطن ولندن، ثمة اهتمام إعلامي سعودي إماراتي بإظهار صورة مغايرة عن البحرية الأمريكية. المسرور هنا في الحاملة آيزنهاور في وسط البحر الأحمر، ألا وهي أنه استمر ردع قدرات الحوثيين بشكل لافت. وسائل الإعلام السعودية الإماراتية ليست أول ولا آخر من حط في حاملة الطائرات، ثمة مراسلون من جنسيات متعددة تحاول واشنطن من خلالهم ترميم صورة البحرية الأمريكية، وهي محاولة منفصلة عن واقع المواجهة. ولا أوضح من اعترافات القادة العسكريين وهم لا ينفكون عن الحديث حول القلق والإرباك من العمليات اليمنية وصولا إلى الفشل في مواجهتها.